السلام عليكم ورحمة الله، تلاميذ الأعزاء. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، وأنكم في منازلكم، وأنكم كتلتزموا بالإرشادات اللي تعطات لكم باش تبقوا في منازلكم. هذا لما فيه من مصلحتكم ومصلحة الجميع. وإن شاء الله هذه الأزمة اللي تفوت بإذن الله تعالى إلا تعاوننا عليها جميعا مع المسؤولين ديالنا، والله تعالى يوفقنا جميعا ويحفظنا جميعا. اليوم بغيت نشرح لكم كيفاش انكم تولجوا لمايكروسوفت تيمز افيك ان كود، بهذاك الكود اللي غادي ان شاء الله نحطه لكم على لا باج فيسبوك ديالنا، لا باج فيسبوك ديال ثانوية معارك تقل التأهيلية، لسي كاليفيو معارك تقل. ان شاء الله اول شيء كتوفروا على الايميل ديالكم ديال اللي كتولجوا به المسار ديالكم والخدمات ديالكم على هذا الموقع، الوزاره. دونك هذاك الايميل والمدباس اللي يعطوكم في الاداره، دونك هذاك الايميل والمدباس ديالكم غادي تولجوا به ان شاء الله لهذا التطبيق. هذا التطبيق هذا كنولجوا ليه. اول شيء كنمشيو نديرو نحاولوا نديرو جوجل باش نجيوها سهله كاع اللي كتعرفوا كلكم. دونك غادي نديرو جوجل هكا، غادي نمشيو يعطيني خرجني هنا، غادي نحاول ندير لوفيس، نكتب هنا اوفيس 300، غادي نقلب على 365. دونك 365 نكتبها كلها بحال هكا، غادي نمشي غادي نولج لهذا الموقع هذا. انا بالنسبه ليا كي لان عندي ديجا هنايا الايميل ديالي مسجل، انا نحاول نعطيكم واحد اخر باش نبداو به. بحال مثلا انت كيعطيك واحد الحرف باغ اكزومبل جي ولا ا ولا بي بامبور، ماشي مشكل. دونك عندك واحد الرقم بحال هكا، من بعد هذاك الحرف كاين واحد الرقم علي توغمون داكو، ما عندناش حنا مشكل، غير باش يمكن لنا نقربكم من هذا من هذا من هذا من الايميل ديالكم. دونك تزيدها ات لي اراباس تعليم بوان ام ا. دونك طبعا الحال ما غاديش يدخل لانه غير موجود، غير حنا درناه باش كمثال. دونك فاش غدير سويفون ياك، انا هذه التجربه ندير التجربه ديالي داكو، غندير كونيكسيون داكو، غنزيد مود باس ديالي. ديجا انا عندي هنا نفترض انه انتم كيعطيكم الايميل ديالكم هنا كيقول لك دير مود باس اونتخي فوتخ مود باس. دونك انا غندير مود باس ديالي فوالا هلا. دونك جو في غوفيغ فوالا. دونك كي ديجا كاين هنا واحد بونسوار، ميرسي بوكو، انا سويت بونسوار. دونك هنا كتلقاو هذا البورتاي هذا اللي هو ديجا ديال الوزاره في لوفيس 365 اللي كتوفروا الوزاره، وزاره الطب الوطنيه. دونك غادي تمشيو تلقاو لي زابليكاسيون هنايا، بزاف بزاف لي زابليكاسيون. غادي ديروا هذا تيمز داكا، تكليكيو على تيمز. تيمز واحد التعريف بسيط هنايا، لي سباس ديكيب بيرسوناليزابل بور لي شونج instantané et la collaboration dans Office 365. Donc on a les équipes. Les équipes Hanaya. Déjà les équipes qui on a déjà les équipes ça veut dire les classes d'ali, première année classe, deuxième année première année. اللي كتهمني اليوم هي بروميير اني. دونك انا كنت خليت لكم داك الكود، غيتجيو لهنايا روجواندغ او كريي اون ايكيب. عندنا هنا الاختيار، يا اما كريي يا اما روجواندغ، حنا بغينا نلتحقوا بواحد المجموعه داكو. ديك دونك هنايا غادي ندير تكولي هذاك الكود اللي خليت لكم على الصفحه ديال المؤسسه ديالنا ديال لي سي كاليفيو معارك تقل، ثانويه معارك تقل التاهيليه، وغادي تكوليوه هنايا مباشرة هكا. دونك غادي تكوليه هنايا هكا، ها هو الكود وجواندو ليكيب. دونك هنا بالنسبة للتلاميذ ديال أولى بكالوريا مادة اللغة الفرنسية، غادي تلقاوني الأستاذ ديالهم ها هو الصورة ديالي،
على حسب الرغبة ديال الأستاذ يمكن يحط الصورة يمكن ما يحطهاش. بالنسبة لي أنا كنحطها باش التلامذة اللي كيتعرفوا عليا. هنايا هتلقاو الأستاذ ديالكم مجدكم بزاف ديال الدروس حسب البرنامج ديالو البيداغوجي ديالو. دونك هذا بكل بساطة، ما في ماشي شي حاجة اللي هي صعيبة. كتولجوا ليه، كتحتاج فقط هذاك الايميل ديالكم والكود باس ديالكم لوفيس، وغتمشيو تلقاو هاد تقلبوا على مايكروسوفت تيمز، عقلوا عليها مزيان مايكروسوفت تيمز. داكو دونك لي زيكيب هنايا سو فورم ديكيب، وهي واحد البلاتفورم اللي كتوفر امكانيات برمجه درس تفاعلي بالصوت والصوره على حسب الرغبه ديال الاستاذ، ويمكن ليه يستعمل الموارد اللي بغا، مختلف الموارد اللي بغا. لا هي يمكن تكون موارد بحال هكا دي فيشي دو دوكيمون دي فيديو دي اوديو، يمكن اللي هو يكون يدخل مباشرة مع التلامذة ديالو يعني بشكل مباشر. دونك هذا كله ما يتعلق بهذا لوفيس 365 اللي هو مايكروسوفت تيمز. واستودعكم الله تعالى إلى فيديو قادمة إن شاء الله بحول الله تعالى. السلام عليكم. سلام.